نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهم. أما بعد، يقول سيدي بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وقدس الله سره: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأحلام. مع آخر حصة تتعلق بهذه الحكمة العطائية، وإن كان في شعبة الكثير فيما يتعلق بها من شرح وبيان، إلا أنني أخاف أن يتسلل الملل إليكم، ولهذا نريد بعون الله عز وجل أن نختم الكلام حول هذه الحكمة، ولنذكر ما لم نذكر فيما مضى من الدروس الماضية من الفوائد التربوية والسلوكية. قال سيدي بن عطاء الله السكندري: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. الهمم جمع همة، وقلنا بأنها إذا أضيفت إلى شيء محمود تسمى بهمة عالية، وإذا أضيفت إلى شيء مذموم تسمى بهمة دنية. فالإنسان يريد، والله سبحانه وتعالى يريد، لكن إرادة الإنسان لا يمكن أن تتحدى إرادة الله تبارك وتعالى، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتجاوز إرادة الإنسان إرادة الله تعالى ومشيئته وقدرته وما حكم به سبحانه وتعالى في أزله، ما سطره علم الله تعالى في سابق أزله وفي سابق علمه سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون في الواقع ما يخالف ما سطره الله عز وجل في علم الغيب، فعلم الله تعالى سابق كما أسلفنا وليس بسابق. فلهذا قال: سوابق الهمم، باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الهمم السوابق لا يمكن أن تخرق أسوار الأقدار، وشبه القدر بسور لا يمكن الإنسان أن يتصور ولا يمكن أن يتجاوز هذا السور أو أن يقتحمه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم، لأنه مانعه سبحانه وتعالى. والأدلة من القرآن ومن السنة في هذا الباب كثيرة، لقوله تعالى: وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه وتعالى مشيئته وإرادته هي الغالبة، عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يقول إلا ما أريد، فإن سلمتني ما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلمني ما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يقول إلا ما أريد. أقف على بعض النصوص، وإلا في النصوص في هذا الباب كثيرة، ذكرها القرآن العظيم وذكرتها السنة النبوية. أقف على بعضها بما يناسب هذه الحكمة التي ذكرها سيدي ابن عطاء الله السكندري في كتابه هذا الحكم. نعم، ليزداد الذين آمنوا إيمان. فأقول بالله التوفيق، بادئين بقصة سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام مع فرعون الطاغية المتجبر الذي تسلط على العباد. هذه القصة المذكورة في القرآن العظيم لن أقف على تفاصيلها، ولكن الذي يهمني ما يرتبط بالحكمة، بحكمة سيد بن عطاء الله السكندري: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. والقصة كما هو معلوم لدينا جميعا هي باب من الأبواب لإصلاح النفوس، ووسيلة من الوسائل كذلك لبناء القلوب ولتقرير معاني ومبادئ يمكن أن تساعد الإنسان في تطهير قلبه وفي بناء قلبه، وكذلك في بناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب. القصة لها دور عظيم، لها دور تربوي ومعرفي، وكذلك تثبيتي إن صح هذا التعبير في سلوك المؤمن إلى الله تعالى. فلهذا قص الله سبحانه وتعالى القصص على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لغايات ومقاصد كثيرة يصعب استقصاؤها في هذه العجالة. الذي يهمني من هذه القصة أن نذكر ما يرتبط بحكمتنا، بالحكمة العطائية. طيب، فرعون المتجبر الطاغية يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويعذبهم بشتى أنواع العذاب. هذا الطاغية المتجبر المتسلط الذي غرته قوته ونسي حقيقة نفسه يقف ذليلا منكسرا ضعيفا أمام التوحيد، أمام الإيمان، أمام القلوب المؤمنة، حتى خيل إليه أنه يتسلط أو أنه يملك الولاية على هذه القلوب كما ملك الولاية على ماذا؟ على الأجسام، وأنه يملك حق الولاية على القلوب كذلك كما ملك حق الولاية على الأجساد. فإذا بها مستعصية، لأن هذه القلوب تعلقت بخالقها، تعلقت بسيدها، بناصرها سبحانه وتعالى، فلهذا استعصى عليه الأمر. هؤلاء تمسكوا وتعلقوا بالقوي سبحانه وتعالى، تعلقوا بمن يملك حق التصرف الذي يملك هذه القلوب والذي يملك هذه الأجساد، فلهذا لم يستطع أن يتغلب على هؤلاء، ولن يستطيع أن يملك قلوب المؤمنين الموحدين المستجيبين لدعوة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إذا لاحظنا، سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. سوابق الهمم، إرادة فرعون، مشيئته أن يقتل أبناءه وأن يستحيي نساءه وأن يفعل فيهم ما يفعل من الفساد والتقتيل والتدبير، هذا ما يريد. إرادة فرعون تخالف إرادة الله تعالى. أسوار القدر، ويريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن هذه إرادة الله، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، أن يمن على المستضعفين، على المؤمنين، على الطائعين. ولهذا لاحظنا كيف أن سحرة فرعون استجابوا لدعوة رسولهم سيدنا موسى لما علموا وتبين لهم الحق، ثم لم يبالوا بالتهديد ولا بما توعد به فرعون، وعلموا الحقيقة أن الدنيا ثانية وأنه لا يملك القلوب، فلهذا سجدوا بقلوبهم قبل أجسامهم وخضعوا لهذه الحقيقة، وعلموا أنهم لو خدعوا الناس لا يمكن أن يخدعوا أنفسهم. فإذا إرادة فرعون، مشيئة فرعون لا يمكن أن تخرق هذه الأسوار، لا يمكن أن تخرق أسوار القدر، ما كتبه الله سبحانه وتعالى وما شاءه سبحانه وتعالى وما أراده الله عز وجل، لا يمكن أن إلا أن يتحقق، أن تتحقق إرادته سبحانه وتعالى. إذن لاحظنا الطاغية فرعون المتجبر الذي تسلط على الرقاب في مواجهة طفل رضيع سيدنا موسى على نبينا الصلاة والسلام، ومع ذلك لن يستطيع أن يمسه بسوء، يعني مهما أوتي من قوة ومن جنود ومن بطش، ومع ذلك لن يستطيع أن يمسه بأدنى إذاية، لأن الله تعالى عصمه وكذلك توعد من اقترب إلى دعوته، توعده بالخسران، ولهذا العاقبة لمن؟ للمؤمنين وللمتقين. فسوابق الهمم إرادة فرعون، طغيانه، تجبره، ولهذا ينسى كما ينسى كل طاغية أن الله تعالى مكنه ليقوم بحق الله عز وجل في هذه الأرض، ينسى فرعون وينسى من على شاكلته حينما
يمكن لهم في الأرض ويعطوا، يعني ينسون بسبب قوتهم وجبروتهم، ينسون إرادة الله تعالى ومدد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللصادقين. فالله عز وجل، وهذا يدخل في القسم الثاني في أسوار الأقدار، أوصل الرضيع سيدنا موسى على النبي عليه الصلاة والسلام إلى حصن فرعون، إلى قصره، إلى رعيله، إن صحت هذه العبارة، إلى مكانه دون عناء ولا تعب. جنوده يتربصون بالناس، يقتلون الأبناء ظلما وعدوانا، وإذا بالقدرة الإلهية، يد القدرة تتحرك وفق مشيئة الله تعالى، فيصل سيدنا موسى إلى قصر فرعون دون أن يمس بسوء، بل إن الله تعالى سيحرك قلب زوجة فرعون لتتعلق بهذا الصبي رأفة ورحمة. من الذي أدخل هذه المحبة في قلبها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. عجيب هذا الأمر، كيف يقع لهذا الطفل وليس بأي طفل؟ هذا الطفل الذي سيكون سبباً لنهاية الطغيان ولنهاية ملك فرعون. الذي وقع أن الأمة شعرت بالخوف، وشعرت بماذا؟ بالهلع، لأن ما من صبي يولد إلا ويقتل. القرآن يصور هذه الحقيقة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. فرعون عجز عن ماذا؟ عجز عن طرد هؤلاء المؤمنين، عجز عن إقناعهم الذين ذاقوا حلاوة الإيمان وعلموا الحقيقة ورأوها بأعينهم، وكذلك تلذذوا بها في قلوبهم، عجز أن يملك هذه القلوب الموحدة، فابتكر طرقا وأنواعا في التعذيب وفي التنكيل وفي القضاء على كل من يحاول أن يكون سببا في سلب ملكه وفي سلب يعني ما يفعله في بني إسرائيل. فابتكر أنواعا من العذاب، عذب القوم شتى أنواع العذاب، ذبح الأبناء هكذا بلا رحمة وبلا شفقة، ذبح الذكور من الأولاد، لا ذنب له، لا خطيئة له، لأنه قيل له أن ولده سيكون سببا في القضاء على ملكك. إذن النتيجة التعذيب والتنكيل. ووكل بالحوامل من نسائهم قوابل من المولدات، ما يسمى عندنا بالقابلات، كي يبلغنه ما ولد من الذكور، فيقوم الجنود بتقتيلهم وبذبحهم. يعني تتبع دقيق جدا لكل مولود يولد يقتل اذا كان ذكرا. هل صحيح تستنيري كان في الوقت؟ الله تعالى اعلم، ممكن، ولكن لم يأتي نص صحيح في هذا الباب. يعني هناك فقط يعني استنتاجات وربما يعني أقاويل من الإسرائيليين، ولكن فيما أعلم لا أعلم ولا أذكر حديثا صحيحا صريحا في هذا الباب. يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الإسرائيليات التي تحوم حول قصص الأنبياء. إذن فرعون إرادته غير إرادة الله تعالى، مشيئته عكس مشيئة يعني موسى عليه السلام، الأمر يختلف. والله تبارك وتعالى هو الراعي لهذا النبي ولهذا الطفل، يعني أقصد سيدنا موسى عليه السلام. فالله عز وجل يريد أن يمن على بني إسرائيل، حيث قسمه طوائف وشيعا وذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، يريد أن يمن عليهم وأن يمكن لهم في الأرض
فقد أخبر بأن العاقبة للمتقين. ولهذا القرآن يتكلم عن مشهد عظيم في حوار جرى بين سيدنا موسى مع بني إسرائيل. يتكلم سيدنا موسى على النبي عليه الصلاة والسلام بقلب نبي يعرف ربه، يعرف سننه وقوانينه التي تكلمنا عليها سالفا، أقصد قوانين التمكين، قوانين النصر، قوانين الاستخلاف التي ذكرناها سابقا أو ذكرنا بعضها. فلهذا يأمرهم ويوصيهم بعدما أسدل الستار عن مشهد المكر والوعيد، يتكلم عن مشهد سيدنا موسى في مخاطبته وفي حواره مع قومه. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، يأمرهم بالاستعانة بالله وبالصبر وبالصلاة، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإذا يوصيهم بالاستعانة بالله وبالتوكل على الله وبالصبر والصلاة في آية أخرى، ويذكرهم بهذه الحقيقة وبهذا القانون الذي لا يتخلف، أن العاقبة مهما وقع ومهما رأيتم من تنكيل وتشديد، فإن العاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين. هكذا يفعل سيدنا موسى عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله. إذا لما ولد سيدنا موسى الخطر يحدق به من كل جانب، الشفرة مشرعة على عنقه، يعني الذكور يقتلون ليس كذلك؟ إذا الخطر يحدق به، ومع ذلك حراسة الله تعالى، عناية الله تعالى لهذا النبي العظيم لم يصلوا إليه ولن يصلوا إليه، لأن الله تعالى أراد له الحماية وأراد أن يرفع من شأنه. نعم. فلهذا يأتي سيدنا موسى وهو طفل صغير إلى قصر فرعون، وتقتحم إرادة الله تعالى قلب زوجة فرعون، كما قلنا أن الله تعالى هو الذي يملك هذه القلوب حقيقة، فهو المالك المتصرف. ولهذا رأينا أن الهداية أقسام، أما هداية التوفيق فهي خاصة لله عز وجل. نملك هداية سبب، الإنسان قد يكون سببا في هداية الناس، يذكرهم بالله تعالى، كما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يذكر بالله يعرف بالله. أما هداية التوفيق خاصة بالله تعالى. كم من رجل تريد له مثلا استقامة، كم من امرأة تريد لها استقامة، لكن الله تعالى لم يشأ ذلك، هذا مبحث آخر. فعلى كل حال الله تعالى جعل قلب زوجة فرعون تتعلق أو يتعلق بهذا الصبي لرأفة ورحمة، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ستأتي حكمة أخرى تتعلق بقضية القضاء والقدر، وبهذه المسألة يبينها سيدي ابن عطاء الله أوضح البيان، حيث يقول ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. ربما أعطاك فمنعك، قد يكون العطاء منعا تحجب وتمنع به عن الخيرات والبركات، هذا واقع. الإنسان قد يعطى مثلا زهرة الدنيا ويفتتن بها ويمنع عن عطاء الآخرة، إذا لم يعد عطاء أصبح منعا في الحقيقة. وربما منعك فأعطاك، إذا العارف يرى أن المنع قد تحول إلى عطاء، منعت عن أمور كثيرة لأنها قد تشغلك عن الله، فافهم عن الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. إذا يحمى سيدنا موسى بالمحبة لا بالسلاح ولا بالجاه. عجيب قدرة الله تعالى، عجيب هذه القدرة، يعني يحمى بماذا؟ بالجاه، بالقوة، بالمحبة. إذا امرأة أو أم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تأتي مضطربة، قلبها مضطرب، وجهي تخاف على ابنها من القتالين من الذباحين الذين يقتلون بلا شفقة وبلا رحمة،
الله تعالى يخاطبها ويوحي إليها: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. يوحي إليه: خفت عليه وهو في حضنك، عجزت عن حمايته وهو بين يديك، ألقيه في اليم. انظرنا إلى هذه القدرة العظيمة، الإلقاء في اليم مهلكة لكنها تستجيب لنداء الله تعالى، ثم يبشرها بعد ذلك: سنرجعه إليك. وبشارة أخرى أنه من المرسلين. بعد ذلك القرآن يتحدث: فالتقطه آل فرعون. التقطه آل فرعون، أين هو الأمن؟ يا لقدرة الله ويا لله، أين هو الأمن؟ أين هي البشارة؟ وهل خافت المسكينة إلا من فرعون وجنوده ومن بطشه ومن التذبيح والتنكيل الذي يقع على الأبناء؟ يقع الطفل بين يدي فرعون هكذا بسهولة، بل في قصره. الأمر يعني يدفعك إلى التساؤل وإلى التأمل والتبصر. لهذا سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، البتة قدر الله تعالى لا بد أن يقع، ومشيئة الله تعالى لا بد أن تنفذ. يحرك قلب زوجة فرعون لتتعلق بالطفل، تريده يعني وتريده لها قرة عين لي ولك. تعرفنا قرة العين كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. تقول عين درجة نمود العين. لاحظنا أن المرأة التي حرمت يعني من الإنجاب من الأولاد، فإنها ترى دائما الأولاد ذكورا أو إناثا في مناسبة وفي غيرها، ترى ذلك بشوق وبلهفة دون غيرها من النساء، تريد أن يعني أن يكون لها حظ من هذا. فإذا ولدت كان الأولاد قرة عينها، العين تقر لا يعني تهدأ بعد ذلك، أما قبل فإنها ترى هنا وهناك، البال مشوش والشوق يعني إلى الإنجاب وإلى الذرية، يعني تتقلب الأعين هكذا وهكذا محبة وشوقا في أن يكون لها نصيب من الذرية الصالحة من حقها، لكنها عندما تلد تقر الأعين هكذا أرادت، يعني أرادت من سيدنا موسى أن يكون ولدا لها، لكن الله تعالى سيرجع الولد إلى أمه. الأم مضطربة، الأم أصبح فؤادها فارغا، الأم إذا فقدت ابنها فإنها لن تجد لذة في الحياة. فلهذا القرآن صور هذا المشهد بهذه الصورة العجيبة: أصبح الفؤاد فارغة، بمعنى لا حكمة فيه، لا وعي، لا عقل، كادت بدون وعي أن تعترف بكل شيء وأن تقول: أنا من تسببت في هذا، وأنا من ألقيت الصبي في اليم، وأنا من جئت به. فأمرت أخته وقالت لها: قصي، تتدبري، يعني تفقدي وابحثي عن أثره وعن أخباره. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ثم القدرة الإلهية تتحرك من جديد: وحرمنا عليه المراه. سيدنا موسى لن يقبل أي تدي ولا أي حليب. وسبحان الله، الولد يخاف عليه من الموت، أصبح فرعون وآل فرعون يخافون عليه من الموت، يبحثون عن مرضعه. انعكست القضية، سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، يبحثون. ودلتهم على أهل بيت قد يقفلونه له وهم له ناصحون. فيعاد إلى أمه كي تقر عليه، ولتعلم كذلك أن وعد الله حق، لتكون من المؤمنات المصدقات بأمر الله تعالى. هذه قدرة الله تحكى في القرآن، هذه الغاية. والحكمة العطائية هي مستنبطة من
من القرآن ومن هدي الأنبياء والمرسلين. يرجع سيدنا موسى إلى أمه، ثم بعد ذلك تعلمنا بقية القصة. إذن الخلاصة في هذا أن سوابق الهمم لا يمكن أن تخرق أسوار الأقدار بأي سبب من الأسباب، هكذا يقول سيد ابن عطاء الله السفهاني. كذلك القصص في هذا الباب كثيرة، قصة سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ماذا فعل سيدنا يونس؟ خرج مغاضبا كما هو معلوم في القصة المعروفة المعهودة لديكن والمحفوظة. رأى الناس الرجل والنبي قد ابتلعته الأمواج ولم يظهر لهم بعد، غاب في الأمواج وفي البحار وفي البحر. ثم بعد ذلك سيدنا يونس يرى الحوت الكبير يأتي إليه ليبتلعه ليفتح فمه العظيم الجليل من أجل أن يبتلعه، وكان الأمر كذلك. ثم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلق البحر وخلق الأرض وخلق السماء وخلق الحيتان، وهو الخالق والقادر على كل شيء. إذن يلجأ إليه سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان إذا أراد مثلا أن يتغلب على الشيطان لا يفعل هذا بجهده ولا كما يقولون بشطارته ولا بفهمه، وإنما باعتماده على الله. يستمد بفقره إلى الله، يستمد القوة من القوي. ولهذا لاحظنا في المنظومات الفقهية والعلمية عادة علمائنا أنهم يبدأون هذه المنظومات وهذه الكتب بالالتجاء إلى الله، ويستعملون الأسماء والصفات التي تليق بالمقام، كما فعل سيدي ابن عاشر رحمه الله تعالى لما قال، يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ووصف الله تعالى بهذه الصفة بالقدرة، وفي ضمنها يسأله القدرة والقوة على نظم هذه الأبيات وعلى على بيانها وعلى بيان أركان الإسلام. فإذا القرآن العظيم يقول وإن يونس لمن المرسلين إذا أبقى إلى الفلك المشحون. إذا أبقى هذه إشارة لأن النبي خرج بغير إذن من الله، العبد الآبق الذي عق سيده. فكأن هذا النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج مغاضبا بغير إذن من الله تعالى إلى الفلك المشحون، إلى هذا الفلك الممتلئ بالأمتعة. ثم الله سبحانه وتعالى يخبر بأنه لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم بعث. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، سبح لله تعالى. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هكذا يقول القرآن العظيم. إذن سوابق الهمم، الحوت سيبتلع ماذا؟ سيبتلع سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسوار الأقدار، الله تبارك وتعالى سينجيه من الغم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أرومية في شاطئ الرمال الناعمة بفضل الله تبارك وتعالى دخل إلى بطن الحوت في ظلمات شديدة، ثم بعد ذلك ينبت له من شجرة اليقطين سبحانه وتعالى لما رأى من ضعفه ومن مرضه، شجرة يستذل بأوراقها ويأكل من ثمارها. لماذا؟ لأن أسوار الأقدار أو لأن سوابق الهمم لا يمكن أن تصل وأن تتصور أسوار الأقدار. كذلك قصة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قومه لما قاومهم بالحجة وبالبرهان عجزوا كما هو الشأن للكافرين وللمكذبين. عندما
لا يستطيعون أن أو يتعذر عليهم الإتيان بالحجة، يلجؤون إلى إما إلى السب أو إلى الشتم أو إلى العنف دائما. أما صاحب الحجة فهو يتمسك بها دائما وأبدا. ماذا فعلوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوه صيغة مبالغة، بالغوا في حرقه. إذا سوابق الهمم ما يريدون أن يحرقوا سيدنا إبراهيم، أي أن يقوموا بالقضاء على التوحيد على الإيمان، لكن هذا ينافي ويعاكس إرادة الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن إذن أن تخرق أسوار الأقدار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني إذن كن فيكون، تتكون بها العوالم والأكوان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكفي سبحانه وتعالى. فلهذا الملائكة كما رأينا في آخر درس مضى، الملائكة إنما تنفذ أمر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى من حكمة أنه أقام هذا الكون على عالم الأسباب، ولهذا يوم القيامة ستزال الأسباب، والذي يقوم بذلك القيوم سبحانه وتعالى القائم على كل شيء. إذن القيوم الذي يحتاجه كل شيء ولا يحتاجه إلى شيء. فإذا أمر الملائكة مثلا بقبض الأرواح أو بالنفخ في الأرواح أو بإهلاك أقوام مثلا أو بتنفيذ بعض الأفعال، ليس ضعفا من الله سبحانه وتعالى حشا، وإنما شاءت حكمته أن يقيم هذا العالم بالأسباب سبحانه وتعالى، فهو خالقها. ولهذا تتعطل الأسباب في كثير من الأحيان. هنا عبر الله سبحانه وتعالى السبب، النار تحرق، الله عز وجل هو الذي جعل ذلك. إذن يمكن أن لا تحرق لأن الله تعالى هو الذي شاء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، فالله تعالى هو الذي جعلها تحرق. ولكن الإنسان ينسى بسبب الإلف والعادة، ينسى هذه الحقيقة بأن الله تعالى هو الذي يملك الأسباب، فيعتقد في الأسباب، وهذا شرك كما سبق وكما سيأتي من الحكم العطائية. لأن الإنسان لا يرتبط بالسبب وينسى المسبب، يرتبط بالنعمة وينسى المنعم، ينسى مثلا هذه الرسائل التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى عباده. مثلا هذه الصحة التي نتمتع بها، من الذي متاعنا بها؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما يريد الإنسان أن ينام، من أين يأتي النوم؟ النوم والقد يأتي بفضل من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يخرج إلى النوم ثم بعد ذلك يريد أن يقوم، من الذي يكرمه بالحياة ومن الذي يرد الروح إلى جسد؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان بسبب الإلف والعادة كما قلنا ينسى هذه الحقيقة، ويرتبط بالأسباب، يرتبط بالمادة، يرتبط بالطين، وينسى حقيقته، وينسى هويته، وينسى خالقه، وينسى مولاه سبحانه وتعالى الذي أمده بكل شيء، أمده بكل. وللأسف يقول الآن الطبيعة، غضب الطبيعة، وهي ترجمة فاسدة للكلمات الفرنسية والإنجليزية، لأن هؤلاء لا يعتقدون أن الله تعالى هو الذي خلق وأنه الذي يفعل، فلهذا يترجمون بأن الطبيعة تغضب. وهل الطبيعة تشعر بنبضات قلبنا وبما نحتاج إليه؟ لا يمكن بحال من الأحوال. فلهذا إذا أردنا أن نسير في سير يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نربط النعمة بالمنعم، لا بد أن نربط السبب بالمسبب سبحانه وتعالى، فنرى عظمة الله ونرى جلال الله ونرى أفعال الله سبحانه وتعالى ونرى معجزة الله الخالدة. يعني لأن أفعال الله تعالى هي مبنية على الجمال والكمال، والآيات كما سبق التي توصل إلى الله، هناك آيات تكوينية وآيات كونية وآيات قرآنية، آيات كونية وتكوينية، أفعال الله سبحانه وتعالى، خلقه سبحانه وتعالى، كذلك القرآن العظيم آياته، كل هذه الآيات تدل على الله. إذا نظرت وتأملت في الكون فإنه يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بديع خلقه. والله تعالى أمرنا، والأمر هنا للوجود، أمرنا أن نتدبر وأن نتفكر. إذا تفكر ونظر وتدبر،
التدبر للقرآن والتأمل والتدبر في هذه المخلوقات التي خلقها الله تعالى، وكذلك في أفعاله، ماذا فعل بالكفرة، وماذا فعل بالفجرة، وماذا فعل بمن كذب رسله، وماذا فعل بالمتقين، وماذا فعل بأوليائه الصالحين. إذن هذه الأفعال تزيد المؤمن والمؤمنة ثقة وثباتا كي يسير على طاعة الله عز وجل، وكي يزداد إيمانا إلى إيمان. أما إذا تأملت كلام الله سبحانه وتعالى فكذلك، يعني من خلال التدبر ومن خلال التبصر، يعني أتعرف على الله سبحانه وتعالى ويزيدني ذلك إيمانا، وأشعر أن الله تعالى يخاطبني، وهذا شيء عظيم وجليل. الله تعالى بجلاله وعظمته وقدسيته يتكلم معنا، يتكلم مع هذه الذرات، يتكلم مع الذي لا يساوي شيئا، يعني الإنسان لا يساوي شيئا في عالم المجرات وفي عالم هذا الكون. الأرض بنفسها لا تساوي شيئا، فالله تعالى رفع من شأنه ومن مكانته ومن قدره فجعل يتكلم معه، فعلينا أن نستمع إلى ما يوحى إلينا. لو نداك شخص مثلا، أو نداك شخص مثلا امرأة، نادتك امرأة مثلا باسمك، فإن الإنسان يلتفت ليرفع من شأنها وليستجيب لندائها، فكيف إذا كان النداء من خالقنا ومن سيدنا سبحانه وتعالى ويريد لنا السعادة في الدنيا والآخرة، يوجهنا، يرشدنا، يبين لنا ما ينفعنا في الدنيا قبل الآخرة. لا بد أن نستجيب إلى نداء الله تعالى، وأن نعلم أنه ما أراده الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإنسان يرى ما حوله من هذه التغيرات التي تقع في العالم، ما يقع وما يكيد له الأعداء من كيد للإسلام وللمسلمين، عنده اليقين التام أن العاقبة للمتقين. ولو بقي وحده في العالم، لو بقي وحده في العالم لن تتغير هذه الحقيقة، لأن القلب هو لله تبارك وتعالى. نقف بإذن الله تعالى عند هذا الحد فيما يتعلق بهذه الحكمة، وأستسمح لأن أعلم أن الأستاذة فاضلة قالت لكم بأن الدرس سيكون يعني أو أن الشرح سيكون.